انت قلتي ان انا ما اقبلش الا اكون زوجة تانية، يعني كأن الزوجة التانية هي الحلم يعني. طيب انت كان عندك تجربة زواج قبل كده وعندك ولد وبنت، قناعاتك دي ما كانتش من بدري يعني، جات بعد تجربتك؟ اكيد. يعني بناء على تجربة وخبرة شفت ان انا خلاص يعني هو البوزيشن ده هيبقى مناسب ليا. ليه القناعات دي حصلت؟ يعني دي قناعات حقيقية ولا انتي مشهورة وعايزة تعملي خالف تعرف او تعملي حاجة تخلي الناس تتكلم عنك وكده بصراحة شديدة، وخلي صوتك قوي كده زي دعوتك يلا وزي بينا. اتجاهك. لا هي دي انا، يعني دي انا بافكاري بارائي بطلع بقولها زي ما هي بالظبط. كنت في الاول بقولها كتابة بس، قررت ان انا اعملها فيديوز، هي نفس المحتوى الكتابي بعمل فيديو هنا او هنا. ايوه، يعني انتي اتجوزتي وخلفتي وطلقتي ستات كتيرة كده. عادي جدا. ايوه، ايه اللي خلى بقى القصة دي تطلع؟ يعني ايه في تجربتك الاولى كان فيها من المرار اللي يخليكي تقولي انا عايزة ابقى زوجة تانية؟ لا خالص، تجربتي الأولى كانت من التجارب اللي الناس يعني بيبصوا لها ويبقوا عايزين يبقوا زيها يعني. مزيه؟ حقيقي. طب وكان وخلصت ليه؟ لا ما خلصت لأسباب بقى يعني ما احبش اتكلم عليها على الهوا بصراحة. لكن يوميا مثلا، او اللي هي انك تقولي لي ندمتي على يوم فات، الكلام ده ما حصلش خالص. لا الحمد لله. اوكي، انا واحدة من الناس اللي هي ما احبش اضيع وقتي يعني. يا آية، اللي يخليكي تقولي عايزة أبقى زوجة تانية معنى إن أنت كنت زوجة أولى فأنت ما كنتيش راضية ما كنتيش سعيدة. لا لا لا، منين؟ ليه؟ ليه الأحكام دي يا جماعة؟ أيوة، خالص لا لا لا، طب قولي لنا كنت ليه؟ سعيدة كزوجة أولى، وشايفة دلوقتي إن الزوجة التانية بوزيشن مناسب ليا. فهماني؟ ليه؟ ليه؟ ليه ليه دي يعني ماشي مثلا، ظروف عملي، الفراغ اللي موجود في حياتي، الاماونت يعني اللي هي كمية الاهتمام اللي اقدر اديها لحد، التواجد بتاع الراجل في حياتي اقدر احطه بنسبة قد ايه. فكل الحاجات دي خلاص بقى فيه بيزكس انا هيجي عليها راجل، يعني انت فما اقدرش مشغوله ما اقدرش لدرجه ان انت ما تتفرغيش وتبقي زوجه وحيده. لا صعب جدا. بس حقيقي. طيب انا عايزه، معلش يعني انت انا معاك يعني اهو، هتتقبلي كل اختلافنا، ما فيش اي مشاكل. فين الزوجه الاولى؟ يعني ازاي انا افكر ابقى زوجه تانية وانا لاغيه فكره ان انا باخد حق وبعتدي على الزوجه الاولى؟ لا 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 لا، انا ولا باخد حق ولا بعتدي، لان الراجل مش ملكية، مش ملكية لأي ست في الدنيا. ولازم نبدأ نفهم ده، ان مفيش حد بيتملك حد.